بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مع قناتنا مسار الحياه. الفيديو النهارده حقيقي فيديو صادم جدا، واخبار هتصدمك وهتشوف حجم الاهمال من الناحيه البشريه في احدى اكبر اقتصاد في العالم، وازاي ان هذه الدول ليس للانسان قيمه فيها على الاطلاق. هذه الدول هي دول ماديه، الماده والدولار هو سيد الموقف. هدي لك أمثلة أو هنشرح موضوع المتشردين، وهتشوف حجم المتشردين وعددهم وإيه اللي بيقدم لهم، والمقارنة ما بين أمريكا ومصر، حتى تستطيع أنك تشكر ربنا على النعمة اللي أنت فيها، وتصديقا لقول الحق سبحانه وتعالى: كنت خير أمة أخرجت للناس. تعال معانا وشاهد الفيديو حتى النهاية عشان تعرف حقائق فعلا صادمة. في البداية بدعوك للاشتراك في قناتنا، فعل زر الجرس، وما تبخلش علينا بلايك وشير. في الاول تعال نشاهد مجمل صور او مجموعة صور من المتشردين في شوارع فيلادلفيا في امريكا، وهنقرأ دلوقتي او هنشوف ارقام، وهنشوف كل دي صور للمتشردين. طبعا ده جزء بسيط جدا من الموجود في شوارع امريكا. هنيجي بقى نشوف اول حاجة تقرير وزارة الاسكان والتنمية الحضرية الامريكية. تقرير بيقول وزارة الاسكان والتنمية الحضرية الامريكية اسمها HUD، في تقريرها بيقدر عدد المتشردين السنوي 2020 580,000 شخص في الولايات المتحدة بيعانون من التشرد. 61 منهم بيقيموا في ملاجئ، 39 بلا مأوى، يقومون في أماكن غير محمية مثل الشوارع والمباني المهجورة أو في أماكن أخرى لا تصلح لسكن الإنسان. ده حسب التقرير ده، السنة الرابعة على التوالي بتشهد معدلات التشرد زيادة. بلغت نسبة الزيادة 2% ما بين عام 19 و2020. بلغت زيادة المتشردين بلا مأوى 7%، ويعني ما يقرب من 6 من كل 10 أشخاص من عدم وجود مأوى، ذلك في المناطق الحضرية. كما أنه ولأول مرة منذ البدء في التقييم من قبل الوزارة الفيدرالية بيتم رصد زيادة كبيرة في عدد العائلات التي لديها أطفال في الشوارع والميادين، وبلغت 13%. التقرير كمان بيقول 2020 زيادة في نسبة عدد المتشردين من قدامى المحاربين ما بين عام 19 و20 وصلت 6%. وصلت أيضا في الشباب 34,000 شخص تحت سن 25 يعانون من التشرد، 90% بتتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عام، 75% ذكور و25% إناث. كشف التقرير عن زيادة هائلة في أعداد المتشردين من الأمريكيين من أصل أفريقي 39% و53% أسر لديهم أطفال، 12% إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة، 48% من حجم المتشردين وفقا لتقرير الـ UHUD. طيب إيه المخفي في هذا التقرير؟ ووفق تقارير لبعض الصحف الأمريكية والمؤسسات الحقوقية أن أعداد المتشردين الفعلية حاليا في الولايات المتحدة تتجاوز الملايين. تتجاوز الملايين وتزداد سنويا في معظم مدن الولايات المتحدة الأمريكية بنسب وصلت 40% عام 17 وعام 19، مما يجعل أمريكا تضم أكبر نسب متشردين في العالم. طيب لو أنت جيت تشوف بقى حجم المساعدات الأمريكية اللي قدمتها بس للحرب في أوكرانيا، للحرب فين؟ في أوكرانيا. هذا هوريك كده صورة طالعة من ده، الصورة دي طالعة من CNN بالعربي، كويس، والتقرير ده هي اللي جايباه، والإحصائيات دي هي اللي جايباه. بيقول لك: من يقدم المساعدات الأمريكية والمالية لأوكرانيا؟ الدول الأعلى بإجمالي التزامات مساعدات إثنائية. بيقول لك أمريكا بتقدم كام؟ 8.15 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في الحرب ومساعدات عسكرية. هل تخيل 8 مليار دولار ما يعرفوش يوفروا مساكن
لهؤلاء المتشردين اللي مرميين في الشوارع، عشان تعرف قيمة الإنسان بره وقيمة الإنسان عندنا في الوطن العربي والفرق بينهم. تعال بقى هشوف كده تقرير عن المتشردين في مصر. احنا بنقول هنقارن بين اتنين هنا والخبر من اليوم السابع. اكدت دكتوره نيفين القباح وزيره الطمن ان تعليم المرأة ما يجد خلال مداخله هاتفيه من الاعلاميه بسمه وهبه برنامج 90 ان نسب تسرب الفتيات من التعليم في المرحله الاعداديه كبير. طيب نشوف التشرد ده، التشرد ده الخبر الصح من اليوم السابع بيقول ايه؟ جمعنا 84، الكلام ده في 31 يناير 2022. الخبر بيقول جمعنا 84 شخص من الشارع في يوم، و20% من المتشردين يرفضون دور الراعي. تعالى بيت التقرير بيقول ايه؟ اكدت الدكتوره نيفين القباح وزيره التضامن الاجتماعي ان تعليم المراه وعملها يحد من الزياده السكانيه، محذره من ان الزياده السكانيه تؤدي لالتهام جوده التنميه في مختلف القطاعات. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مع لين هنا وصررت أيضا وأكدت على وزارة أن 20% من المتشردين في الشوارع يرفضون الانتقال إلى دور الرعاية. جمعنا 84 شخص من الشارع ما بين أطفال وكبار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وشعارنا هو أن الشارع ليس مأوى، الشارع لا يليق بأولادنا، وأيضا الشارع المصري عزيز علينا وصورة مصر، ولا يجوز أن يتواجد فيها أطفال المتشردين. تم تخصيص الخط الساخن ده لابلاغ عن الاطفال المتشردين. ده شوف حجم بقى. طيب كم بلغ عدد المتشردين في مصر وعددهم قد ايه؟ تعال شوف في منذ يناير 19 2019 وحتى 21 بلغ عدد اللي بلا مأوى 25271، منهم 2354 اسعافات اوليه وخدمات طبيه، في حين بلغت التوعية 11703، كما تم تقديم 1484 بطانية، وصل عدد الوجبات إلى 8788. كل الكلام ده للمتشردين في الشوارع ودمجهم وجعلهم وتوفير الدولة لهم للمأوى والسكن. تعال شوف معانا كمان هنا مبادرة لتأهيل أطفال الشوارع في مصر. المبادرة دي تقدمت كويس من اقتراح برلماني وتم تفعيلها كويس، وانشاء معسكرات تدريب تأهيل لأطفال الشوارع أسوة بما فعله محمد علي باشا الذي حكم مصر من 1805 إلى 1848. يعني إذن رعاية المتشردين في مصر مش من دلوقتي، لا ده من عهد محمد علي. تعتمد فكرة النائبة على جمع الأطفال في معسكرات إيواء وتوعيتهم وتدريبهم وتقديم كافة الخدمات لهم. تعال نشوف كماني جهود وزارة التضامن في البرنامج ده وإطلاق برنامج أطفال بلا مأوى، يعمل على إعادة تأهيل المتشردين صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم بالمجتمع مرة أخرى. أضافت الوزارة إنها طورت 40 مؤسسة رعاية كبيرة كويس، وأشارت أيضا إن عبر دعم نقد شهري للأسر اللي هي فيها متشردين بيستهدف 447800 يتيم ويتيمة بتكلفة 1.3 مليار، وخطة عمل أوضحها للأطفال بلا مأوى. بيجري التنسيق مع صندوق تحيا مصر للحد من ظاهرة تشرد الأطفال من خلال 17 وحدة متنقلة في 13 محافظة. أشار البرنامج بيمول بنحو 164 مليون جنيه، بيسهم صندوق تحيا مصر ب 114 مليون وبتسهم وزارة التضامن ب 50 مليون من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. يوجد 21 مؤسسة في 13 محافظة بتعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم. البرنامج أيضا بيعمل منذ بدايته مع الأطفال المتشردين سواء فاقد المأوى أو من يعملون في الشوارع بمفردهم أو مع أسرهم بإعادة تأهيلهم. أيضا برنامج أطفال بلا مأوى، البرنامج نجح في التعامل مع 16617 طفل منذ انطلاقه عام 2017 وحتى الآن، مشير إلى أن نسبة الإشغالات في المؤسسات الرعاية تتراوح بين 50% و60%، يعني في وفر للي هيرجي كمان. بيجري توفير جميع الإمكانيات اللازمة لاستكمال تعليم الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويبلغ عدد الطلاب بدور الرعاية تعليم نظامي ومحومية 760 طالب وطالبة. كمان
فيما يخص الدمج الأسري، جرى التعامل مع 5705 أطفال، منهم 1860 طفل دمج مؤسسي، 2134 دمج أسري، إضافة إلى استفادة 526 طفل آخرين من الدمج الأسري من خلال فرق الشارع المباشرة، ويبلغ عدد الأطفال العاملين في الشارع نحو 8778. شوف هذه الجهود الكبيرة في دولة مثل مصر، كويس، وهذا التشرب وحجمه في دولة مثل أمريكا، والتي بتدعم بس حرب في أوكرانيا ب 8 مليار دولار، عشان تعرف الفرق ما بين قيمة الإنسان هنا وقيمة الإنسان هناك. حفظ الله مصر أرضا وشعبا وسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.